احنا كنا ابتدينا نعمل سويتشنج لوسز بتاعتنا وشرحنا الكيو ار ار صح؟ شرحنا الكيو ار ار او شرحنا الريفرس ريكفري بتاع الديفايس وقلنا في الاخر ان الشكل الاوتبوت بتاعي هيبقى حاجه بالمنظر ده البي سي اي البي سي اي بيقل الجيت تو ايميتر بيقل يعني الديفايس بيطفي فبيحصل ان الكارنت بيفضل ثابت في اول فتره وممكن نشرحها على ايه كده احسن فيفضل الكارنت ثابت فتره حد لما الفولتج يعلى انف انه يشغل الدايود اللي فوق ساعتها الفولتج بيثبت عشان الدايود يفضل شغال الكارنت بيديكي في الديفايس وبيزيد في الدايود وبالتالي الكارنت ينتقل تماما يبقى ايه للدايود طيب في الاوف في الاون بقى اللي هو الاوف بتاع الدايت الديفايس لازم الدايت يفضل شغال حد لما الكارنت يزيد انف ان هو يوصل فين ان هو يروح للايه للديفايس اللي هو الترانزستور بتاعنا بس الدايت ما بيكونش طفى تماما يعني الكارنت نزل فيه للصفر بس لسه في الريجن اللي احنا قلنا عليها اللي بتبقى مليانه اللي هي الان ماينس بتبقى مليانه فلازم الدايود علشان يفصل تماما يبدا يمشي التيار بالنيجاتيف صح التيار بالنيجاتيف ده يبقى بياخد الشيب اللي بالمنظر ده وبعد كده التيار اللي بالنيجاتيف ده يبدا يقل لحد لما ينزل ليه للصفر وبالتالي الكرنت ده بيزود التوتال كرنت اللي بيروح في مين اللي بيروح في الايه في الترانزستور والديفايس بيعتبر اوف او يبدا الفولت اللي عليه يقل اول لما الايه الدايود يبدا يفتح ويتكون الديبليشن ريجون فيبدا الفولت اللي هنا يقل اذا قبل ما الديبليشن ريجون تتكون قبل ما الديبليشن ريجون تتكون ما ما ما, ما الفولت هنا لازم يفضل ثابت على الايه على البي باس عشان الدايت شغال اساسا صح حتى لما الكرنت ينزل زيرو وهكذا طيب ده كان اخر حاجه احنا وصلنا لها المره اللي فاتت يمكن كوسيله للسمبليفيكيشن علشان الاناليسيس بتاعنا بعد كده ان انا ناخد بالنا ان انا لما اجي اقول لك بقى احسب الباور لوسز هلاقي نفسنا بنتعب عشان دي لقيت غلطات كتيره قوي في الامتحان في السنه اللي فاتت نظريا انت انا ده البراكتيكال او ده اللي انا بشرح عليه لا انا عادي ممكن اجي اقول لك ان افترض ان الكاركترستكس ان الراجل ده طفى بالشكل الفلاني نتيجه وجود اي حاجه بره فانا اديتك حاجه قلت لك ان هي الفولت بتاعها كان كده صح وهو انا عندي هنا كام مرحله 1 2 3 صح ثلاث مراحل فثلاثه سيجمنتس كده فالراجل ده بيفضل الفولت ثابت عليه مرحلتين صح بعدين بيديكي في المرحله الثالثه مظبوط كده بيديكي المرحله الثالثه لحد لما ينزل للصفر ده الشكل بتاع الايه بتاع الفولتج بتاع الايه الديفايس وعلى المقابل التيار بتاعه بيزيد التيار في المرحلة دي تمام لحد لما يوصل للآي ريكوايرد تمام بعدين يقعد يزيد التيار وبعدين يقعد يقل تاني لحد لما يوصل للايه للآي ريكوايرد ويبقى ده شكل الايه شكل الكارت صح فبالتالي لما اجي اقول لك احسب الباور لوسز احسب الباور لوسز تعمل ايه فالباور لوسز هي فولت في تيار باور لوسز في اي مرحله هي ايه هي فولت في تيار يديني انستنتينيوس باور صح ففي اي ده يديني انستنتينيوس باور انا بحسب افريج باور لوسز صح وبالتالي انا هجيب الاريا تحت الاثنين كده جبت الانرجي اقسم على التي سويتشنج اللي هي لحظات السويتشنج كلها كده انا جبت الايه الافرج فده بالنسبه للايه وبالتالي بالنسبه للتايم تمام اضرب الاثنين في بعض واكمل بالنسبه للايه للتايم كده جبت الايه اللي تحتيه الانستنتينيوس مش بيأثر معاك اي حاجه الانستنتينيوس لا واحده الانستنتينيوس حاجتين في انستنتينيوس كارنت والانستنتينيوس باور تمام باور ما بنركزش معاه لان في الاخر الباور لما بنيجي نتعامل معاها بنتعامل مع الافريج لان هي اللي بترفع درجه الحراره
عمل الانستنتينيوس كارنت، الانستنتينيوس كارنت لا مرور كارنت عالي في جانكشنز صغيره، جانكشنز صغيره بيسبب دامج للجانكشنز دي. تمام؟ فمفروض ان احنا بنفرق ما بين حاجتين في الباور بوس، ما بين حاجتين، ما بين الماكسيموم كارنت اللي بيمر يبقى كام، ماكسيموم برميسبل كارنت اللي بيمر كام انستنتينيوس، يعني لحظيا كده كارنت تقدر تسمح لكام، 300 400 امبير. فدايما هتلاقي في الداتا شيت يقول لك الار ام اس اللي بيستحمله كام، والماكسيموم ريبيتيتيف مش عارف كارنت كام، هتلاقي كارنت بلس ويقول لك الويتس بتاعها لو هي 1 مايكرو سكند، الكلام ده مسموح بيه. تيجي تشوف الفرق بين الاثنين، ده فرق كبير جدا. يعني مثلا مسموح ب 100 امبير، لكن هو في الداتا شيت يقول لك ان الماكسيموم ريبيتيتيف كارنت ده ممكن يوصل مثلا 400 امبير ولا حاجه. تمام؟ فالانستنتينيوس بيفرق معايا، بس ان تيرمز باور لوسز لا، باور لوسز بنتكلم دايما على الافرج، لان الباور توتال انرجي درجه الحراره تحتاج وقت علشان تزيد، وبالتالي انا بيهمني دايما ان الافرج باور اللي هي السورس بتاعي ما يكونش كبير يعني. وبالتالي الانستنتينيوس بيفرق وبيعمل ميت سبوتس بوينت كده صغيره جوه. وبالتالي في دراسه احنا بندرسها في ماده سيمي كوندكتور ديفايسز، احنا بندرس بالتفصيل البريك داون ميكانيزم، ايه الميكانيزم اللي الديفايس بيتحرق. تمام؟ فالميكانيزم اللي الديفايس بيتحرق بيه طبعا بندرسه في الريفرس فولتج، يعني لما يبقى عليه بريك داون فولتج، وبندرسه لما يمر فيه فورورد كارنت عالي، وبنشوف هو ايه الميكانيزم اللي الراجل ده يبدا يفيل بيه، هيفيل ازاي؟ فبيسخن بيعمل مش عارف ايه، ده يقول لك ايه هو المسموح وايه الديزاين بتاع الهيت سينك المناسب لكل حاجه. طيب فانا لما اجي اعمل كده تيك كير، الناس بتقوم عامله بعينيها سريعا، فمشكلتك انك لو تعمل بعينيك سريعا مش بتميز شويه حاجات معينه. انا موافق انك تعمل بعينيك مباشره انك تضرب الفولت في الطياره، فبالتالي لو انا ضربت الفولت في الطيار هنا هو قلت لك ارسم لي الباور لوسز هتعمل ايه؟ طبعا المشكله السنه اللي فاتت اللي انا حسيتها السنه اللي فاتت في الامتحان ان الناس ضربت بعينيها، ما بعرفش اضرب بعينيها تقريبا، فنظريا كونستنت في لينير يديك لينير، صح؟ كونستنت في لينير يديك حاجه لينير، صح؟ وبعدين لينير في لينير يديك حاجه بربولك، صح؟ لينير في لينير يديك حاجه بربولك، ونظريا الراجل ده نازل للصفر فلازم الراجل ده ينزل للصفر، صح؟ والسلوبس دي كلها بالديكاي نيجاتيف، تمام؟ فبالتالي انا تصوري ان هي في حاجه كده، تمام؟ تمام؟ بحيث ان السلوب بتاعها يبقى اسف هي نيجاتيف في نيجاتيف تبقى بوزيتيف، صح؟ نيجاتيف في نيجاتيف تبقى بوزيتيف، صح؟ فنظريا بتبقى حاجه ايا كانت السلوب بتاعها هي صح كده. ايا كانت السلوب، بس في الاخر دي سهل انك انت تجيبها نص طول قاعده في الارتفاع، بس دي محتاجه انتجريشن، صح؟ دي محتاجه انتجريشن. وبالتالي هو كل اللي حصل السنه اللي فاتت في السؤال ان انا قلت ايه؟ بقول له يعني انتجريت، تمام؟ فالمفروض انتجريت، بس هو ايه الجيفنز او ايه اللي بيبقى معطى عشان تحصل باور لوس؟ هي الباور لوس كده يعتبر خلصت، تمام؟ فانت في الاخر ايه المعطى عشان تحل بيه؟ فحاجه من الاثنين، المعطى بيبقى الفولت اللي الديفايس شغال عليه، الكرنت اللي الديفايس شغال عليه، تايم ده تايم ده تايم ده. فانت محتاج تجيب ايكويشن لللاين، صح؟ هل الايكويشن دي صعبه؟ لا، يعني المفروض انها تبقى في بس، صح؟ بينزل من واحد ينزل للزيرو في تايم مقداره تي اكس مثلا ولا تي اوف مثلا، هسميها ايه على افتراض ان دي تي اوف، خلاص تي على تي اوف، فلما تي تساوي تي اوف الكلام ده يساوي صفر، صح؟ لما تي تساوي تي اوف ده هيساوي واحد، واحد ناقص واحد يساوي صفر، يبقى صفر، صح؟ وبالتالي الايكويشن فيري ستريت فورورد يعني. عايز تجيب ايكويشن لللاين ده على افتراض ان دي اسمها تي رايز ودي تي ار ار، ما سهله برضه، ما هو كرنت اهو
هي دي بقى الفكره، ان الناس تجيب سلوب غلط اي لود صح على التي ار، ده السلوب، ده السلوب بتاع دلتا اي على دلتا تي مظبوط في التايم، يجيب لك الراجل ده بيطلع ازاي. فلما التي تساوي التي ار يديك الاي لود صح، ولما التي تساوي التي ار ار هيديك اي لود بلس، هيديك اي لود بلس مين بلس الاي ريفرس ريكفري اللي هو الايه الكرنت اللي هو اللي هنا دلتا اي صح. طيب فبس احيانا انا بديك، احيانا انا بديك الكيو ار ار، ما بديكش ده ولا بديك الكيو ار ار كلها. هي فين الكيو ار ار؟ التوتال ريفرس ريكفري تشارج صح؟ هو فين الريفرس ريكفري كارنت؟ هو ده صح؟ ده الكارنت الاكسترا الريفرس ريكفري بتاع الدايت اللي مر بالعكس صح؟ ده الاي لود وده الريفرس ريكفري كارنت اللي فوق ده كله، ده كله الدايت بيحاول يطفي صح؟ وتعرفها منين؟ تعرفها لما تبص على رسمه الدايت، تلاقي الدايت نزل لصفر والمثلث اللي لتحت ده صح اللي بالنيجاتيف ده هو اللي راكب على مين؟ هو اللي راكب فوق هنا اهو. فانا بديك كيو ار ار، كيو ار ار يعني ايه؟ يعني كارنت في تايم، يعني بديك الاريا دي صح؟ يعني بديك الاريا دي. وبالتالي انت لما تيجي تقسم الانتجريشن لكذا انتجريشن صح؟ فتذكر انك انت هيبقى الموضوع ملعبك شويه، ان انت هتضرب الكيرف ده الاحمر بس من غير الكيو ار ار في الكيرف الازرق صح؟ وفي كيرف تاني لازم يتضرب في الفولتج اللي هو مين؟ اللي هو المثلث ده يتضرب في شكل الفولتج ده، فالدنيا بتبقى كومبليكيتد فمش ستريت فورورد. وبالتالي لو انا جيت قلت لك اعمل ابروكسيميشن اسهل لك تمشي، اعمل انتجريشن اسهل لك تمشي ازاي؟ كويشن هتبقى ستريت فورورد صح؟ ماشي؟ حتى لو انا جيفن كيو ار ار هيبقى الاوبشن كده، او انك انت تعمل سمارت ابروكسيميشن اللي هو ايه؟ اللي هو انك لو اديتك التايم ده اصغر بكتير من التايمز دي، وده اللي انا هعمله اليوم خلاص؟ فتلاقي بص مثلا ده الشكل خلاص اللي احنا اتفقنا عليه صح؟ مثلث كده مظبوط؟ والكرنت بيديكي في الاثنين في نفس اللحظه كده صح؟ شايفين؟ فولت وتيار الاثنين بيديكيوا مع بعض. طيب واحنا شرحنا الريفرس ريكفري ده تمام، وقلنا الكلام ده المره اللي فاتت، وقلنا الكيو ار ار بتزيد ازاي وتقل ازاي. انا مش انترستد في الحته دي، انا انترستد في ازاي احسبه. طيب عبال لما نشوف ازاي نحسبه هقولها لك انا هنا. في ابروكسيميشن ثاني افضل ان انا ممكن اعمل كده. ادي الثلاث حتت اللي انا بقول عليها صح؟ لو التايم ده صغير قوي ماشي؟ فانا ممكن اعمل اسامبشن لطيف كده. انا اسيوم ان ان الفولتج كان ثابت لتو ريجنز كده. لا انا هعمله ثابت على ثلاثة ريجنز كده. الفولتج هنا خلال ريجن ثلاثة بقى اعلى من الاكسبكتد ولا لا؟ اعلى من الاكسبكتد، المفروض انه بيديكي انا خليته اكبر. اذا ده كونزرفاتيف ابروكسيميشن، لان انا لما هضرب الفولت الثابت ده في اي حاجة هيبقى اعلى من لو ضربت الفولت بيديكي في نفس الحاجة صح؟ طيب ولما اجي للتيار انا هاجي على التيار بتاعي وهقول ان الكرنت بتاعي زاد كده تمام، زاد كده وصل للبيك هنا اهو، والاصل فيها انه ايه؟ يديكي صح؟ يديكي. لا انا هعمل كده، انا هعمل كده، هقول ان الراجل ده، ان الراجل ده وصل كده اهو اذا انا افترضت ان 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 الراجل ده وصل للماكسيمم كيو ار ار، او يعني هو انا كده بانزجريت قوي ما اقصدش كده، هو الاصل فيها ده الاي لود صح؟ ده الاي لود، والاصل فيها كان الراجل ده بيوصل كده ويديكي كده صح؟
ده الاصل فيها. انا هفترض ده تمام كده. وبالتالي انا افترضت عندك تو اوبشنز، يا اما تمد الخط كده بس كميه الكيو ار ار هتبقى اكبر من اللازم بكتير، صح؟ يا اما انك انت تفترض ان الماكسيمم بتاع الكيو ار ار هنا، صح؟ وبالتالي في اكسترا اريا هنا، صح؟ مقابله لايه؟ لاريا انت فقدتها هنا اهو، صح؟ دي اريا انت ضيعتها ودي تو ارياز انت جمعتهم، تمام؟ الابروكسيميشن ده مسته ايه؟ مسته انه بيخلي الامور اسهل. في بس كونستنت تقدر تطلعه من الانتجريشن، صح؟ بتكمل كانت ثابت بيطلع من زيرو لحد الكيو ار ار، وبالتالي تبقى الدنيا ايه؟ تبقى الدنيا فيري سمبل، تمام؟ وده على حسب التايمز دي قد ايه؟ التايمز دي قد ايه؟ لو التايمز دي صغيره كان دي اجنورد، كان دي اجنورد، فكانك عملت كده. كانك دي صغرت جدا. فكان الكرنت الفولت ده نزل في تايم صغير جدا، صح؟ وكان الراجل الكيو ار ار ده، صح؟ طلع هنا بس نزل مره واحده. فكانك انت قفلت دي هنا، صح كده؟ قفلت دي هنا، فدي عماله تقرب كده، فكان الكيرفز دي عماله ايه؟ بتنزل بسلوب، بتنزل بسلوب ايه؟ صغير كده، والراجل ده بينزل كده، صح؟ فكاني ضمتهم على بعض تماما كده، وبالتالي كاني بقول ان اللوسز اللي في الحته البارابوليك دي مهمله. صح؟ كاني بقول ان اللوسز اللي في الحته البارابوليك دي مهمله، وبضيف طبعا التايم بتاعها على التايم بتاع مين؟ بتاع الاريا دي، علشان ايه؟ ما يبقاش الابروكسيميشن ايه؟ بسيط قوي. طيب انا هدي اكزامبل هدي اكزامبل بالارقام للحسابات دي، تمام؟ وهنمشي واحده واحده في الانتجريشن يعني. لكن سنس ان انا قلت لك ان الدايت عشان يطفي كان في ان ماينس ريجون محتاجين نفضيها، صح؟ طب ما سؤال، ما هو لو انت رجعت للاي جي بي تي وافتكرت الكونستراكشن بتاعه هتلاقي ان هو الكونستراكشن بتاعه مبني على وجود دايت، صح؟ لو تفتكر سوا كان الكونستراكشن بتاعه عباره عن ايه؟ كان الكونستراكشن بتاعه مبني على ان انت عندك صحيح عندك ان بلس ريجن هنا اهو، وعندك ان بلس ريجن هنا اهو، وعندك هنا ان ماينس ريجن، ان ماينس ريجن كانت ان بلس، صح؟ وفي كانت الريجن دي ان بلس كده في بي كده، صح؟ وهنا دي الجيت بتاعتي والسورس، طيب وهنا دي الان ماينس ودي الان بلس ودي الان ماينس ودي الان بلس ودي البي بقى، صح؟ ودي كانت بي. فكانت الفكره في الاول خالص هو انك انت بتكون فولتج على الجيت، دي كانت الجيت، دي كان الاميتر، ده كان الجيت، فبالفولتج اكروس الاثنين دول، صح؟ تكون الشانل، فالكرنت فلو كده، صح؟ مظبوط. وبعد لما الكرنت فلو هنا ده ايه؟ ده دايت، صح؟ دايت عايز التيار يمر كده، يعني عايز الالكترونز تمر ازاي؟ تمر في الاتجاه ده. اذا انا عندي فكره دايت هنا، صح؟ عندي دايت موجود هنا، ودي ان ماينس ريجن ودي ان بلس ريجن. طب ما ده نفس المشكله، نفس المشكله ان الان ماينس دي لازم علشان اشغلها افضي الان ماينس ريجن دي من التشارج اللي كانت موجوده فيها، صح؟ ففي تايم نيدد تو ديسشارج الان ماينس دي، صح؟ تاني اقول تاني، الدايت لو تفتكروا كان ده الكونستراكشن بتاعه ان بلس ان ماينس بي، فكانت الالكترونز الكتيره اللي هنا بتنط هنا اهو تعمل كوندكتيفيتي موديليشن، ده في الهون، ده في الفورورد دايركشن،
عشان اعمل ريفرس لازم دول يعكسوا اتجاههم يرجعوا مكانهم، وده بنفضي الديبريشن ريجن. تفضيه الديبريشن ريجن دي هي اللي بتسبب ريفرس ريكفري، ان انا بريكفر الاوف ستيت بتاعتي صح. وبعدين تبدا تتكون الديبريشن ريجن، فيبدا شويه الكترونز التانيين ينسحبوا في الاتجاه ايه؟ الاتجاه اللي فوق، فيبدا الفلو ده يتعكس تماما، يبقى الفلو ماشي العكس صح؟ يبقى كل كرنت ماشي العكس، والاوبجيكتيف بتاعه ان هو ايه؟ يفضي يكون هنا ديبليشن ايه؟ ديبليشن صح؟ يبقى دي ديبليشن ايه؟ ديبليشن. طيب معلش مش ده ان بلس صح؟ ودي تشانل ودي ان ماينس، برضه حصل فلودنج للالكترونز والدايت ده اشتغل، ما هي نفس المشكله. ان انا المنطقه الان ماينس دي علشان الراجل ده يطفي لازم نفضي الان ماينس ويرجعوا الان بلس، وبعد لما نفضي الان ماينس ويرجعوا الان بلس تبدا تتكون الديبليشن ريجن ويبدا الديفايس ده يطفي صح. وبالتالي نفس اللي حصل الناحيه دي هيحصل فين؟ هيحصل هنا. يمكن طريقه ظهوره بتبقى مختلفه، طريقه ظهوره او بيانه بتبقى مختلفه، الا ان دي بتكون ايه؟ بتكون موجوده. فبالتالي لو جيت بصيت عليها هلاقي ان ده المنظر صح، ان البي بلس زي ما الان ماينس عملت انجكشن والبي عملت انجكشن للتشارج بيحصل كوندكتيفيتي ميديوليشن، عشان تحصل تعمل كوندكتيفيتي ميديوليشن، فاللي هيحصل ما يسمى بالكرنت تيل. الكرنت تيل ده او ان الكرنت ما بينزلش مره واحده، ده معناها ان الايه؟ ان الديفايس بيحاول يفضي الايه؟ الديبليشن ريجن او المنطقه الان ماينس من الايه؟ من الاكسس تشارج اللي كانت موجوده فيها، سواء كانت الاكسس تشارج دي الان زي ما انا شرحت هناك، انا شرحت هناك على الالكترونز، او البي اللي هي كمان برضو عملت انفيجن جوه علشان تكمل، فدي هترجع مكانها ودي ترجع مكانها جوه الان ايه؟ ريجن الان. واضحه دي؟ طب وده هيسبب ان الكرنت يديكي بالمره دي بايه؟ ببطء. يديكي المره دي بايه؟ ببطء. طيب بس هنوقف هنا اللحظه ماشي، وتلاحظ ان البي جيت اللي انا بديها اون مالها؟ تلاحظ ان هي طالعه ستيج صح؟ مظبوط. يعني احنا ممكن نبقى فاهمين الحته دي سهله صح؟ البي ثابت تقريبا صح، بعدين بدا يديكي، الكرنت كان صفر وبدا يزيد صح، دي مفهوم. الناحيه دي ده برضو كان ثابت وكده، ومره واحده الاثنين بداوا ايه؟ يطلعوا مع بعض، بس الكرنت تيل دي فهمناها انها بسبب مين؟ الان ماينس ريجن. فاضل حته كده غريبه، ريجن جديده ظاهره فيها مين؟ فيها الفي جيت بيتغير. الاصل فيها ان الفي جيت ده مين اللي بيعمله؟ انا صح؟ انا اللي بطفي الديفايس. فنظريا المفروض الديفايس يطفي بسرعه شويه، هو ليه بيطفي ببطء كده؟ صح؟ فالديفايس نلاحظ ان هو الديفايس ده بيطفي ببطء. طبعا وانا بدرس دايت ما بدرسش الحته دي فمش مهتم. المره دي وانا بدرس ديفايس زي الموسفت او الاي جي بي تي انا مهتم ان انا اعرف هو ليه الديفايس مش بيسمع الكلام وبيطفي ايه؟ مره واحده. مظبوط كده؟ طيب. فهنا هنقول البوينت المهمه الثانيه اللي عندنا. يبقى اول بوينت ان احنا عرفنا ان مشكله الديفايسز بتاعتنا اللي هي الان ماينس ريجن وجودها بيستدعي ان انت دايما تفضيها صح؟ وتفضيتها ده بتحتاج تايم، فايذر بتظهر على هيئه كرنت تيل في حاله الاي جي بي تي، او بتظهر على هيئه ريفرس ريكفري في حاله مين؟ في حاله الاي جي بي تي. طيب بس لاحظنا ان الاي جي بي تي جيت، ان الجيت بتتغير وبتثبت لفترات صح؟ طيب فبالتالي تعالى كده نبص على البي جيت ليه ظهرت بالمنظر ده. تعالى هنا نقدم بس ان ده شكل الاي جي بي تي، ولكن الديفايس في الحقيقه سنس ان في انسيليتور ما بين الجيت تيرمينال وما بين الان ماينس ريجن. وتعالى بص كده هتلاقي ان انا سنس ان انا عندي هنا، بص كده على الرسمه
كوندكتور صح، انسيليتور اللي بالاحمر، بعدين كوندكتور. الكوندكتور ده وصل على الاميتر صح، لان دي وصل على الاميتر مظبوط. وبالتالي كده في كاباستنس ما بين مين ومين، ما بين الجيت وما بين الاميتر صح. فانا اقدر اجي هنا ما بين الجيت والاميتر احط كاباستنس واسميها سي جي اي، وما بين الجيت صح والانسوليتور لحد لما اوصل للكوليكتور. فالكوليكتورز على افتراض ان كل دول شغالين صح، يعني الديفايس ده شغال اساسا او يعني كل الحاجات دي كوندكتيف الاصل فيها، اذا هي ان ماينس او بي هي المفروض انها كوندكتيف تمام. فالحاجات دي برضو كده في كاباستنس ما بين الجيت وما بين مين، بين الكوليكتور صح، وبين الديفايس ده ما بين الاميتر والكوليكتور في بي ان بي ترانزستور صح، وده معناها ان الترانزستور دوت بيكون اوف صح في العادي، لان هو تو دايودز باك تو باك مظبوط. فلو واحد منهم اون التاني ماله، التاني اوف، وبالتالي في ريفرس في منطقه ديبليشن ريجون يعني منطقه انسوليتد صح، وبالتالي كوندكتور انسوليشن كوندكتور ده ايه انذر كاباستنس صح، وده بتسمى السي سي اي وده بتسمى السي جي سي. هنا ده الكوليكتور، ده الاميتر، وده الجيت. واحنا قلنا الكلام ده قبل كده صح، وقلنا ان الديفايس كده احنا بنحتاج ان احنا نحط له ار جيت علشان نمنع الكرنت انه يزيد بسبب ان تغيير الفولت على الكاباستنس دي هيعمل ايه كرنت عالي. لو تفتكروا في حته الدرايفنج احنا قعدنا نشرح شويه في حته ان احنا نحط ليميتيشن بالار جيت اللي هنا. طيب لو انا جيت بالمنظر ده وقلت لك خلاص انا بقى احط البلسز بقى بتاعتي هنا براحتي وجايبها من حاجه باورفول تقدر تدي درايفنج قوي زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، فالكرنت هنا اي جيت مر اي جيت ده عمل ايه؟ شحن الكباستور ده صح؟ فشحن الكباستور ده يعني ملا الجيت بقى عليها بوزيتيف تشارج صح؟ فبدات تريبل تاتراكت الالكترونز وتكون التشانل صح؟ طيب فبدات تكون التشانل بتاعته وبدا الفولت الفي جيت تو اميتر يزيد زي ما هو مرسوم، زي ما هو مرسوم تزيد الجيت تو اميتر بالمنظر ده صح؟ وهو ده عمال يزيد في سكته انه يخلي الديفايس اون، لسه الديفايس مش اون مظبوط؟ لسه الديفايس ما عرفش يبقى اون. طيب فبين الديفايس لسه مش اون معنى كده ان السكه دي شغاله، دي اوبن سيركت صح؟ ومعنى ان هي اوبن سيركت وانا حاطط هنا سبلاي اسمه الفي باس صح؟ انا حاطط هنا في باس مظبوط؟ وحاطط هنا لود خلاص. فالمفروض ان انا عايز الكرنت يمر كده، عايز الكرنت يمر من الفي باس كده، في تيار بيمر هنا لا يبقى زيرو صح؟ في باس يبقى الكباستور ده عليه تشارج قد ايه؟ عليه فولتج مقداره الفي باس صح؟ طيب واول لما ال 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 الراجل ده يبقى عليه الفي باس مظبوط؟ يبقى معنى كده ان الراجل ده صح عليه شحنه، الشحنه دي نص سي لا سي اي صح؟ في باس تربيع صح؟ دي الانرجي اللي الراجل ده واخدها طول ما احنا اوف مظبوط؟ طيب اول لما الراجل ده يوصل الجهد للثريشولد فولتج اللي هو بيبدا يخلي الديفايس ده اون ايه اللي هيحصل؟ دي هتفضي هنا صح؟ ما هو كباستور مشحون صح؟ طيب فبالتالي الراجل ده هيفضي هنا، وافتكر دي كويس قوي ماشي؟ خلاص؟ وبعد لما يفضي هنا الراجل ده هيبدا يترن اون، فتبدا النقطه دي والنقطه دي يبقوا بيساووا ايه؟ بيساووا بعض صح؟ هي اول ما النقطه دي والنقطه دي يساووا بعض كده
الكولكتور والاميتر جهدهم بقى بيساوي ايه؟ في سي بتساوي في اميتر صح؟ الاثنين بقوا يساووا بعض تقريبا من اهمال البوينت 7 او اهمال الجهد الصغير اللي هيكون موجود على الديفايس والساتوريشن فولتج صح؟ طيب هو التيار اللي كان بيشحن الكاباستور ده وخلاه يوصل للثريشولد هو مش كده جهد النقطه دي بقى هنا وده معناه ان الكاباستور ده بقى بارلل مع الكاباستور ده صح الكاباستور ده جهده هنا نزل نفس البيت صح والكوليكتور والاميتر بيساوي بعض صح اذا مره واحده دائره الجيت بقت شايفه انذر كاباستنس صح زادت الكاباستنس اللي بتشحنها صح وبانها زادت الكاباستنس اللي بتشحنها والكاباستور ده ما كانش مشحون تمام وفي الحقيقه هو مش ما كانش مشحون صح انت لو تيجي تبص على الكاباستور ده هتلاقي ان الكاباستور ده كان عليه من هنا ايه في بس صح وكان عليه من هنا ايه في الاول ده كان صفر فكان عليه صفر وعمال الجهد اللي هنا يزيد صح عمال الجهد اللي هنا ايه يزيد يعني الجهد اللي على هنا بيتراله ايه بيقل يعني الراجل ده كان مشحون كده صح في بس وزيرو بعدين بقت 1 2 3 4 عماله تزيد يبقى التوتال بقى في بس ناقص 1 2 3 4 صح فبالتالي التوتال عمال يقل في الاتجاه ده ومره واحده لما الراجل ده عمل اون الراجل ده مفضي هو كمان شحنته في مين كده في الترانزستور صح فالاثنين دول هيفضوا شحنتهم في مين في الترانزستور صح وبعدين يبدا الراجل ده يشحن العكس يبدا التيار يتشحن ايه العكس يبدا الكاباستور ده يتشحن بالعكس بالتيار ماشي كده لانه بقى بارل مع مين مع الجيت والاميتر صح وبالتالي في تايم هنا اهو احنا ثابتين فيه ليه مش قادرين مع ان احنا بندي كارنت هنا بس مش قادرين نزود الجهد ليه علشان في كاباستور لسه بيفضى وبعد لما بيفضى لسه بيتشحن صح وبالتالي مره واحده انا كنت عمال بزود جهد الفي جيت تو ايميتر بس مره واحده دخل الكاباستور ده عطلني صح ففضلت واقف ثابت شويه لحد لما وصل جهده بقى زي جهد مين الجيت تو ايميتر وعليه نفس التشارج بوزيتيف نيجاتيف بالمنظر ده يحصل ايه بقى يبدأ يرجع يشحن تاني لحد لما يوصل للايه لل 15 فولت اللي احنا كنا حاطينهم انبوت مثلا او ال 12 حسب احنا كنا حاطين كام يعني صح؟ واضحه؟ هي كومبليكيتد شويه بس هو دي البروسس اللي بتحصل ان انا عندي كاباستنس كده موجوده خلاص الكاباستنس دي بتأثر معايا في شكل مين؟ في شكل التشارجنج طبعا سنس ان انا مفترض ان الجهد بيزيد لينير صح ودي كاباستنس يعني انا مفترض ان الاي سي اللي هنا قادر يديني كونستنت كارنت فلما انتجريت كونستنت كارنت يديني لينير يديني لينير فولتج زياده في الفولتج لينير ومع ذلك على الرغم ان كونستنت كارنت المفروض يشحن بسرعه انا ما قدرتش اشحن بسرعه بسبب ان السي جي سي سي جي كوليكتور دخلت معايا في الحساب عطلت الايه عطلت التشارجنج بالبروسيس شويه تمام طبعا نفس الكلام ممكن نشرحه في الايه في الاوف وبالتالي ايه هكتفي بالايه بالاون تايم يبقى وجود الكاباستنسز دي بيأثر بيعمل تايم ديلي الايه في التشارجنج والبوينت دي الناس بتسميها ميلر افكت الميلر افكت تمام تمام هي الكاباستنس اللي اسمها الكاباستنس السي جي سي هي الميلر كاباستنس دي الكاباستنس اللي هي بتأثر معايا على مين على الميلر الملاحظة التانية اللي ممكن حد ياخد باله منها انا وانا بشرح لك هي السي جي سي والسي جي اي جات منين قلت لك ايه اصل ده كوندكتور وده كوندكتور صح وده انسوليتر وده انسوليتر وده انسوليتر مش عارف ايه صح هو معلش مش المنطقة دي مش المنطقة اللي هي الدبليتد اللي هي عاملة انسوليشن في النص اللي هو دي بتتغير مع الوقت يعني مش مره بتبقى كوندكتور ومره بتبقى كاباستنس صح يعني مره بتوصل ومره بتفقد صح
اذا كانسيليتور على افتراض ان هي فيها ديبليشن ريجن، مش الديبليشن ريجن عماله تزيد وتقل حسب الفولتج اللي بره، يبقى اذا انا عندي كاباستنس فاريبل مع الفولتج. ما اقدرش ادالك جيفن، ما اقدرش اقول لك خد سي جي سي كذا سي جي اي كذا كذا اللي هي كام، ما عماله تتغير مع الوقت بسبب ان الالكترونز عماله تقرب وتبعد. ده مش انسيليتور وانسيليتور، مش انسيليتور مش تو كوندكتورز وبينهم انسيليتور ثابتين، لا دي كاباستنس متكونه بسبب ان الديفايس عمال يون وايه ويقف، وبالتالي دي كاباستنس فاريبل مع الفولتج. تمام، يبقى الكاباستنس الثلاثه كاباستنس دول فاريبل مع الايه، فاريبل ويز فولتج. تمام، خلاص. انا عايز اقيسه ازاي؟ يعني انا راجل دلوقتي خلاص الكلام ده انت بتحكي لي فيزيكس خزعبلات جوه صندوق مش عارف، صح؟ تخيلات ممكن تبقى حاجات انا مش عارف ايه دي، صح؟ وبالتالي انا محتاج تيست، تيست اقيس بيه اعرف الفاليو بتاعت الكلام ده ايه، صح؟ والا يبقى الكلام ده هتجيبه ازاي؟ يا اما حاجه من الاثنين، يا اما انت شاطر قوي ودي سكه الموديل فتفهم الفيزيكس فتعمل موديل، زي ما احنا مثلا عملنا كده موديل الفيتنج وقلنا فورس وفورس وصح ومشينا واحده واحده وقلنا في فريكشن، يعني احنا فاهمين الفيزيكس بتاعت الايه؟ بتاعت او الداينامكس بتاعت العربيه سهله، لارج سكيل موشن على ارض ثابته الدنيا سهله. طبعا انا عارف ان لو احنا خدنا كل الداينامكس هتلاقي الدنيا صعبه، والناس بتاعت ميكانيكا ممكن تكون بتدرس حاجات اكثر تعقيدا من اللي احنا بنقوله ده، لكن بالنسبه لنا مور ذان انف ان انا اقول ان الموديل بتاعنا فورس كده وفورس كده واحنا في النص، الموضوع بسيط. طيب لما اجي بقى ناحيه الايه تخصصنا زي ما هم ناحيه ميكانيكا هتلاقي الدنيا معقده ويقعد يقول لك شويه فريكشنز كده مش فاهمينها، نفس الكلام لو انت دخلت جوه التخصص بتاع الالكترونكس هتلاقي ناس بتاعت الالكترونكس بتقول لك شويه ايه شوية داينامكس بقى عظيمة بقى، لا مين قال لك إن التيار بيمشي سموث؟ ده التيار بيمشي إن ويفز، لا ده التيار بيدخل من حتت وحتت، لا ده مفيش إيكوال ديستريبيوت، لا ده مش عارف ده فيه إيه، وبالتالي السكة الأساسية هو إن أنا أموديل من الديفايس، أبقى عارف إيه اللي بيحصل جوه وأقوم كاتب إيكويشن، التيار بيمشي بشكل فلاني، فالسي تتغير بالقانون ده، وأقوم كاتب قانون السي فأعرف أرسمه ف احل المساله واعرف هو السي اي سي سي جي سي بكام والسي سي سي اي بكام والسي جيت وكولكتور بكام، صح؟ يعني سكه ان انا اجيب قانون فيزيائي بيربط ما بين الجيت والكولكتور والجيت والاماتر كولكتور واماتر، صح؟ السكه الثانيه هي سكه اللي مش عارف او الفيزكس معربه، والسكه الثانيه هي ما يسمى اللي الناس احيانا بتعمله سيستم ايدنتيفيكيشن او سيستم تيستنج. تمام، ان انا تيست سيستم، وده احنا بنعمله الفيزكس شرحنا لك بيها ازاي الاندكشن ماشين بتشتغل، صح؟ وبالفيزكس قدرنا نوجد موديل ار 2 داش على اس واكس 2 داش وار 1 واكس 1 واكس ام وار سي، صح؟ وبعد لما بعمل كده وانا عارف ان في كاباستنس هنا او عارف ان في موديل هنا بعمل ايه؟ بروح اعمل تيستات، بعمل ايه؟ بعمل اوبن سيركت تيست وشورت سيركت تيست، صح؟ ومن الاوبن سيركت تيست والشورت سيركت تيست بعرف ايه؟ بقوم عارف البارامترز بقى، يبقى كده ار 1 بكذا، يبقى كده سي 1 بكذا، فبنفس الطريقه احنا محتاجين نعمل تيست على الراجل ده. واضح كده انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز خلاص انا ممكن ان هنا في كاباستنس وهنا في كاباستنس وهنا في كاباستنس. تمام؟ فلو انا قمت جاي وحاطط سبلاي هنا بريزيستنس، ماشي؟ خلاص كده؟ وقمت انا بايدي عامل شورت سيركت هنا، يعني جبت انا الكوليكتور والامتر ووصلتهم شورت سيركت ببعض، ايه اللي هيحصل؟ كارنت، صح؟ يمر هيلاقي جيت كومن ودي ودي مالهم؟ زي بعض، يبقى دول برق، صح؟ يبقى كده هشوف كارنت بيزيد، صح؟ لحد لما يوصل للستيت ستيت مره واحده بقى من الاول، مفيش بقى حته هيثبت فيها ولا اي حاجه، ليه؟ لان انا عامل شورت بايدي،
صح؟ فلو انا عملت الحركه دي انا هقيس ما يسمى سي اي اس اس سي انبوت ستيدي ستيت، تمام؟ تمام؟ اللي هي الايه؟ الانبوت كاباسيتنس. ولان الانبوت كاباسيتنس بالمنظر ده بتساوي ايه؟ هي سي جي سي زائد كام؟ سي جي اي، صح؟ طيب لو انا كنت جاي كده صح؟ مظبوط. وقمت ايه؟ وقمت عامل تيست وانا حاطط شورت كده ايه؟ اقيس ده صح؟ واقيس مين؟ واقيس ده، وبالتالي هتبقى السي اوت صح؟ اس اس، وبالتالي ده هتبقى مفيش جيت بقى المره دي، لا سي كوليكتور تو امتر زائد سي كوليكتور تو جيت صح؟ او اللي هي مقلوبه يعني صح؟ وهكذا. نقعد نعمل التست بالمنظر ده ان احنا نقدر نجيب ال 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 الكاباسيتنس اللي ما بين تو تو بوينتس عن طريق ان احنا نعمل ايه؟ عن طريق ان احنا انجكت فولتج من ناحيه وكده، فيطلع لنا ايه؟ مجموع تو كاباسيتنس صح؟ مجموع هنا تو كاباسيتنس، فنعرف ايه؟ نعرف بيهم نعمل ايه؟ نطرح ده من ده في الجيب ده، نطرح ده من ده في الجيب ده، وهكذا، تمام؟ طيب وفي ما يسمى الترانسفير كاباسيتنس اللي هي سي اي سي ار اس اس اللي هي دي بس لوحدها، ان انا احط الفولتج الناحيه دي والفولتج الناحيه دي واغير التو فولتج ريليتف لبعض، ما عنديش ما بين الاثنين رابط غير مين؟ غير الايه؟ غير الترانسفير كاباسيتنس، فاعرف اجيبها، وهكذا. اذا في تستات في الداتا شيت هتلاقي بيقول لك ثلاثه تيست، يقول لك سي انبوت بكام؟ ويوصل بسي انبوت سي جي سي زائد سي جي سي جيت وامتر وجيت كوليكتور، سي اوتبوت بكام؟ وسي ترانسفير كاباستنس ايه بكام؟ وهكذا، خلاص؟ يبقى طريقه قياسات الكاباستنس دي يا اما من الفيزكس يا اما من التستات، فانا التستات بعمل ايه؟ بعمل التستات زي اللي انا ايه؟ شرحتها لك. طيب لو انا بقى جيت وقمت خدت بقى الكلام ده، فاضل ماشي، وقلت هحسب بقى تيرن اوف لوسز صح، ديفايس بيطفي الديفايس بيطلع صح، الفولتج هنا بيطلع عليه، الكرنت هنا بيثبت، الفولت بيقل، عندي المنطقه دي بتتسمى الكرنت تيل، دي الكرنت تيل بتاعه الاي جي بي تي وهو بيطفي صح، اللي احنا قلنا ان الكرنت بياخد وقت علشان يطفي فيها، تمام؟ فده بيفسر ليه الكرنت ما بيطفيش في الديفايس مره واحده، تمام؟ طيب هضرب الاثنين في بعض، لينير في كونستنت يديك لينير، كونستنت في لينير يديك لينير، ده زي السنه اللي فاتت بالظبط صح؟ وبالتالي لما اجي اعمل انتجريشن نص من زيرو للتيل هيطلع لي الفولت في الكرنت دي مساحه مثلث صح؟ نص طول القاعدة في ارتفاع، يعني نص الاي تيل، نص التي تيل في مين؟ نص التي تيل في الارتفاع اللي هو الفي في الاي، صح؟ فبالتالي الانرجي توتال هتساوي نص التي تيل اللي هي التي تيل اللي هي تي واحد زائد تي اتنين في الفي باس في الاي ايه؟ في الاي زائد دلتا الاي، تمام؟ ده اللحظة اللي الكارت بيطفي فيها، صح؟ معايا ولا مع الأسف؟ عشان انتوا طنحتوا. معايا؟ اوكي؟ تمام ماشي. طيب لو انا قمت عايز بقى اعمل الاون، فزي ما قلت لك لو انا مديك اكشوال صح، لو انا مديك الحاجه اكشوال، فاما زي ما انا شايف النقط الاخضر دي شايفها اللي انا قمت ابروكسيميت ان الكيرف ده مكمل ونازل للصفر انه مره واحده، ويبقى عندي التوتال انرجي بتاعتي هي في باس بره الانتجريشن يطلع، مظبوط؟ لانه كونستنت طول الوقت، بتفضل اريا مثلث، اريا مربع، اريا مثلث، صح؟ اريا مثلث فوق، اريا مربع مستطيل اسف، واريا ايه؟ واريا مثلث تاني، مظبوط؟ وان الاريا اللي فوق دي الكيو ار ار، اريا المستطيل دي الكرنت في التي ار ار، اريا دي التي رايز في كام؟ التي رايز في الايه؟ في الاي نص التي رايز في الاي ايه؟ في الاي بتاعته، وبالتالي هيبقى عندي قانون
very simple, نص الاي رايز في التي كيو ار ار زائد تي ار ار في الايه في الفي. بس ما تنساش الترم الثالث مساحه المستطيل، تمام؟ مساحه المستطيل اللي تحت المثلث دايما الناس كانت بتنساها في الامتحان، تمام؟ كده انا جبت اون لوسز صح واوف لوسز والريفرس ريكفري لوسز صح. فاضل لوسز صغيره كده ما اتكلمنا عنها دلوقتي بس انا ما قلتهاش، اللي هي ايه؟ ده الديفايس وده الديفايس صح. وهنا قلت ان انا عندي سي وهنا عندي سي، وان ده سي كولكتور تو ايميتر 2 وده سي كولكتور تو ايميتر 1 صح؟ مظبوط؟ وهنا دي الايه؟ ال ال. نكمل كده. طيب هو الترانزستور ده لما يبقى شغال الكباستنس دي عليها ايه؟ شورت سيركت صح؟ الترانزستور ده لو شغال الكباستنس دي عليها شورت سيركت، فجودة النقطة دي بكام؟ زيرو صح؟ الكباستور ده عليه من هنا كام؟ يبقى الكباستور ده عليه شحنة مقدارها كام؟ نص سي كولكتور تو ايميتر 2 بالبي بس صح؟ تمام مظبوط؟ يبقى الراجل دخل انرجي خلال فترة الاون بتاعت الراجل ده مقدارها كده. أول لما الراجل ده يقف، أول لما الراجل ده يقف يبقى اوف، والراجل ده هو اللي اون، فده دلوقتي بقى اوف، فجهد النقطه دي هيتحول من زيرو يبقى حاجه ثانيه صح. والراجل ده يقول فجهد النقطه دي هيساوي مين؟ الفي بس صح. النقطه دي الراجل ده تحول من اون لاوف، فالزيرو تحول من زيرو لفي بس. فمبدئيا الانرجي دي راحت فين؟ اللي كانت جوه الراجل ده. اول ما الراجل ده يقول كرنت هيمشي ازاي؟ الراجل ده يفضينا صح؟ اثنين ما تنساش ان الراجل ده لما كان اون صح؟ لما كان اون وبي اوف بيحاول يشغل مين؟ الدايود ده، بس انت في نفس الوقت بتكون مشغل مين؟ الترانزستور، انت بتشغل الاثنين. فاذا اول حاجه الكاباستنس دي هتفضي في مين؟ في الشورت سيركت ده صح كده؟ تفضي الانرجي بتاعتها كلها جوه مين؟ جوه الترانزستور صح كده؟ واول ما تفضي الانرجي بتاعتها دي جوه الترانزستور يبدا بعد كده مين؟ يبدا بعد كده الايه؟ الكرنت فلو ويروح لمين؟ يروح للود صح كده؟ معايا؟ طيب ولو ده حصل يبقى انا عندي انرجي مقدارها كام؟ نص سي اي بي بس ضاعت صح؟ اثنين الراجل ده جهده طلع من زيرو لفي بس وجهد النقطه دي زيرو، الراجل ده خد انرجي مقدارها كام؟ نص صح؟ سي اي 1 صح؟ في بس تربيع صح؟ دي الانرجي اللي الكباستنس الثانيه خدتها مظبوط؟ خلال الفتره الايه؟ الاوف بقى. اذا على سايكل كامله وعلى افتراض ان الراجل ده والسي اي سي دي سي سي اي وسي سي اي متساويين على افتراض ذلك، يبقى معنى كده ان التوتال انرجي اللي اتاخدت خلال 1 سايكل بتساوي ايه؟ سي اي بي بس تربيع صح؟ يبقى انا عندي انرجي ثانيه لوسز بشحن بيها الكباستنس دي اثناء الاوف واثناء الاون، دايما السبلاي دي ايه؟ بيديها او دايما الانرجي سورسز بتديها، سواء الانرجي سورسز دي هي مين؟ الانرجي سورسز دي هي البطاريه. الحقيقه السورس الوحيد اللي دايما ديها البطاريه، كون ان الانرجي ان الانرجي راحت للفي بس او ما راحتش للفي بس، بمعنى ان مش لازم تكون دي فاضيه تاني، يعني شرايط تكون بتفضي هنا مش قضيه، بس في الاخر سنس انها بتفضي يبقى ما بترجعش الانرجي دي لمين؟ للبتري. طالما الانرجي ما بترجعش للبتري تبقى انرجي ايه؟ تبقى انرجي لوس صح؟ وبالتالي الفلو اوف كرنت ماشي في اي اتجاه طالما مش راجع للبطاريه يبقى ايه؟ يبقى لوس صح؟ وبالتالي سنس ان انا في الاخر اديت سي بي بس نص سي بي بس سكوير نص سي بي بس سكوير، يبقى التوتال بتاعي بيبقى كام؟ سي بي بس تربيع صح؟ يبقى كده التوتال انرجي لوس اللي عندي عباره عن كام لوس؟ كوندكشن لوسز صح؟ اون لوسز صح؟ اوف لوسز
reverse recovery losses, capacitance loss. صح؟ conduction on off reverse recovery ومين وكاباستنس. خلاص طيب توتال كاباستنس زي ما قلت اللي هنا واللي هنا الاثنين مجموعهم يديك كام سي بي باس تربيع. خلاص بالمنظر ده. وزي ما قلت لك ان الكاباستنس دي ما بتكونش مالها ما بتكونش لينير مع الفولت, بتتغير مع الفولت. صح تتغير اهي مع الفولت, كل واحده بتتغير مع الفولت بسبب ان تغيير الفولت بيغير في الديبليشن ريجون فبيغير في الايه في الكاباستنس التوتال بتاعتي. وبالتالي تعالى بقى نكتب القانون التوتال بتاعنا, قانون السويتشنج لوسز كله. انا هكتب السويتشنج فقط. تمام. ف الكاباستنس سي بي باس تربيع. صح دي انرجي, دي انرجي. صح انرجي يعني لازم اقسمها على تي سويتشنج اعرف مين اعرف الباور. الاوف بالكيو ار ار بتساوي ايه في باس اي ال في اي ال ناس اي دلتا ال في باس تي ار ار. صح لان انا افترضت ان الفي باس ثابت وبالتالي بقت ايه بقت الدنيا سهله زائد كيو ار ار في الفي باس. صح كده دي التوتال ايه دي التوتال باور لوس. اذا في باس هنا وفي في باس هنا. صح طلعت على الاون نص ال اي دي سكوير في باس تي تي. صح اذا في في باس برضه. وبالتالي لما اجي اجيب القانون التوتال هيطلع لي كده. لا دي الكاباستنس لو هي بتتغير, لو انا جبت بقى القانون وعوضت هعوض بقى بالارقام بتاعتي بالارقام المساله بتاعتي في القوانين اللي انا جبتها دي. خلاص افترض ان التي تيل من الداتا شيت جبناه كان بيساوي 400 نانو سكند, التي رايز 60 نانو سكند, الكيو ار ار بتساوي 5 مايكرو كولوم, تي ار ار 150 نانو سكند, كاباستنس بتاعتك 300 بيكو فراد دي الافريج بتاعها. وبالتالي لما تيجي تحسب الاي اون يطلع لك 1.2 مايكرو جول ملي جول. الاي اون ار ار الاي اون والريفرس ريكفري هتساوي 6 ملي جول زائد 2.5 ملي جول. تمام توتال معاك يدي لك كام؟ يدي لك 8.5 ملي جول. واضح الفرق الكبير بسبب وجود مين؟ بسبب وجود الايه التي ار ار. صح ريفرس ريكفري تايم زيادته صح مع الكيو ار ار زودوا جدا مين الايه الاون لوسز بتاعت مين بتاعت الموسفت, الاون لوسز بتاعت الموسفت لان الاون بياخد الريفرس ريكفري بتاع الدايت كمان. الكاباستنس لوسز ممكن تكون صغيره جدا بالنسبه لهم 0.075 ملي جول تقريبا. وبالتالي التوتال اوف 12 ملي جول, التوتال اون 9.8 ايه ملي جول. صح لما تيجي تعوض بقى لما تيجي تعوض بال اسمه ده بال بال بالارقام دي وتضرب في الايه في الاف سويتش. صح عشان دي انرجي عايز باور يطلع لك عند 10 كيلو هرتز السويتشنج لوسز مقدارها كام 218. طيب لو انت قلت لا انا عايز اصغر حجم الاندكتور بتاعي واعمل ديزاين على 50 كيلو هرتز زي السويتش مود باور سبلايز العاديه, فقمت حاطط 50 كيلو هرتز الباور لوس طلعت كام 1 كيلو وات. صح فبالتالي كومنلي يوزد في السويتش مود باور سبلايز بس اللي هتركب في البيكلز هي شغاله على لو فريكونسي مش بمزاجنا بسبب اللوسز. صح انا نفسي اصغر حجم الاندكتور قوي بس انا مش قادر عشان زياده حجم الاندكتور هتقلل اللوسز فيه, بس هتلاقي سويتش اللوس مالها زادت لواحد كيلو وات تقريبا. صح ده عند 50 كيلو, 50 كيلو مش رقم عالي, احنا ممكن نوصل لمتينات وخمسميات وارقام زي كده. تمام ده تشيد احيانا يديك كمان كيرفات للانرجي لوسز مع البي باس او مع الامبير كمان مباشره في المنظر ده, تقول لك الاون بكام توتال والاوف بكام توتال كانرجي والاي توتال. صح يعني انت حتى ما بتحتاجش تعمل سويتشنج ده على الديفايس, لا انت هتلاقي كيرف
اسمه الانرجي ده انكلود لوسز ديو تو الدايت ريكفري. شايف بيديك الداتا شيت الاي توتال اون واوف صح اون واوف عاملين ازاي وده ريفرس ريكفري يمكن من غير الكاباستنسز بس الكاباستنسز مهمل تمام. توتال بقى عامله ازاي بيديها لك مره مع التيار ومره مع الفولتج خلاص مره مع التيار ومره مع مين مع الفولتج وبيديك التوتال لوسز بكام يعني انت تقدر تستخدمها هي ايه كمان مباشره علشان تقدر تحسب الايه الحسبه بتاعتك صح. واضح كده فاضل خطوه واحده كده انا ايه شرحت لك سويتشنج لوسز فاضل ان احنا انكلود الكلام ده في الايه في الموديل بتاعنا صح. ففكرك بالموديل بتاعنا تاني الموديل بتاعنا كان عامل ازاي ال صح وهنا ار اكس بي اكس بي بس صح دي داش الواحد صح. اكتب قانون الباور لوسز نتيجة السويتشنج. قلنا ان العيب الموديل ده ان الموديل ده ما فيهوش سويتشنج صح. فانا عايز احط قانون الباور لوسز في حاله الايه حاله السويتشنج يطلع لي يساوي ايه. بص بقى عليه نص ال اي دلتا الاي في تي تي صح ده بتاعت الاون بتاعت الاوف صح والديفايس بي اوف نص ال اي دلتا الاي في مين في التي رايز ده في حاله الايه الاوف المثلث الاولاني اي ال ناقص دلتا اي ال في التي ار ار ده المثلث اللي فوق قصدي المستطيل اللي تحت وده الكيو ار ار ده المثلث اللي راكب فوق صح وده السي في البي بس صح وده السي في البي بس مظبوط. كل الكلام ده مضروب في البي بس مضروب في الاف سويتش صح. يبقى اذا لو انا خدت الكلام ده كله ضربته في الاف المفروض يديني ايه؟ لا ضربته في الاف من غير البي بس يديني ايه؟ الاصل فيها ان ده سويتشنج باور لوس باور وده فولت يبقى ده ايه؟ يبقى ده في الاف يديني مين؟ يديني كارنت. ليه؟ كل اللي موجود جوه القوس ده شحنات كيو ما هو اصل المجموعه على كيو صح؟ يبقى كلهم شحنات لان كلهم كارنت في تايم فكلهم شحنات فنضربهم في تايم يديني ايه طيار صح. يبقى هنسمي كارنت نسميه اي سويتش اي سويتشنج يعني ده كارنت مش حقيقي بس ده كارنت بيتناسب مع كل التيارات دي اللي في المعادله خلاص. والكارنت ده مقداره ايه هو كل الباور لوسز مضروبه في كام في اف سويتش ماشي. كل الكلام ده مضروب في كام في البي بس يديني الباور لوس. اذا انا عندي كارنت سورس بيتناسب مع البي بس صح؟ كارنت سورس كده اهو مسحوب من التيار مسحوب من السبلاي مش رايح لللود ده رايح لوسز يعني رايح فين؟ كده لان لو كتبته لفوق يبقى رايح لمين؟ رايح للاوتبوت وانا مفيش رايح للاوتبوت يبقى هو رايح كده اهو بيسيركليت هنا يبقى دي سويتشنج باور لوس اسمه اي سويتش وبيتناسب مع البي بس. حطيته الناحيه دي ليه ما حطيتوش الناحيه دي؟ لانه بيتناسب مع البي بس مش مع البي باتر صح؟ مباشرة فحطيته ناحية عشان بيتناسب مع البي بس. ومقدار الاي سويتش ده اي سويتش ده هو اف اس مضروبة في قانون كبير صح؟ قانون كبير هو ايه؟ هو الكرنت الماكسيموم في الاي تيل هو الكرنت المينيموم في التي رايز هو الاي ال هو المستطيل اللي هو بتاع التي ار ار هو المثلث بتاع الايه الكيو ار ار هو السي مضروبة في الايه؟ في البي بس صح؟ وبالتالي اقدر اضيف الكرنت ايه الكرنت التوتال كرنت بالمنظر ده صح بالمنظر ده هنا اهو وابدا بقى ايه احسب الكلام. طبعا القانون ده ينفع في حاله مين التشارجنج. طب الديس تشارج البريكنج ايه اللي هيحصل هغير لا لا ما نغيرش ودي النقطه الثانيه باكد عليها ما بنغيرش الاماكن هو طول عمره لازم على البي بس
طول عمره بيتناسب مع البي بس، لكن ايه اللي بيتغير فيه؟ هغير الاتجاه بتاعه برضو؟ لا، لان دي باور لوس لازم تبدا سيركليت. معنى كده ان انت بتقول ان في حاله البريكنج الباور لوسز انرجي بترجع للبطاريه. دي باور لوسز، السويتش راح لازم تروح، فلازم تفضل في مكانها. اما الايه اللي بيتغير فقط؟ بيتغير بس اتجاهات التيار. وانا بضرب في اي ده هيبقى، تعالى بص في القانون، اي ان ده بلس دلتا اي ان. الاصل فيها ان الكرنت بقى نيجاتيف، صح؟ الكرنت بقى نيجاتيف، اي ال ده بقى نيجاتيف، صح؟ فبقى الكرنت كانه بيطرح. لا، هو الاصل فيها ده كان الكرنت، ده هيبقى الكرنت، صح؟ مظبوط. فالبوينت دي لازالت هي البيك، صح؟ والبوينت دي لازالت هي المينيمم، صح؟ مظبوط. وبالتالي علشان افضل محافظ على ان دي سويتشنج باور لوسز موجوده عندي، خلاص موجوده عندي بانتظار، انا لو قلت ان ده نيجاتيف ده هيتهيألك ان الباور لوس دي رجعت للسبلاي، فانا لازم اخدها ابسوليوت، صح؟ لان انا لو ما خدتهاش ابسوليوت الانرجي هترجع فين؟ نيجاتيف في فولت، الانرجي رايحه للسبلاي نيجاتيف انرجي، صح؟ فانا لازم اجي بس في القانون ده بتاع السويتشنج واقوم حاطط كل اي ال بايه؟ باي ال ابسوليوت، علشان تفضل دي باور لوسز بتروح. والله الباور فلو كده راحت، الباور فلو كده برضه راحت، نو واي انها ترجع، نو واي انها ترجع. باور لوسز، باور لوسز تيجي السويتش بيفتح وبيقفل، كرنت بوزيتيف كرنت نيجاتيف مش فارقه معايا، خلاص هتفضل الفاليو دي مالها؟ بتسبب ان الديفايس ده ايه؟ تضيع الباور لوس. فلازم الكونسيبت ده يبقى واضح في ذهني، ان انا لما اجي في امتحان واقول لك السيوم لازم هتروح، ترجع حالك للسبلاي هديك صفر على طول، تمام؟ خلاص. طبعا ما تنساش ان احنا هنغير الديوتي مضروبه في ار جيت، ار سي اي ولا ار دي، صح؟ قلنا دي هنقلبها، دي داش هتتضرب في دي والسي ده لان ترانزستورز اتغيرت، صح؟ طبعا لو حد مصحصح وذكي، وانا عارف ان معانا جمهور عريض من الناس قاعدين حاضرين، فبالتالي عدد المصحصحين هيكون قليل، فانا هفترض ان انا المصحصح اللي باكر. لما اجي بقى اعوض في القانون، فلاقي ان الباور لوسز دي لو انا خليتها ابسوليوت، وتعالى اكتب القانون علشان يبقى قدامي بدل ما اتلوح، اي سويتش هيساوي نص، صح؟ انا بتكلم على اي سويتش، نص اي ال ابسوليوت زائد دلتا اي ال، صح؟ في تي تي زائد نص اي ال ابسوليوت ناقص دلتا اي ال في التي رايز، صح؟ زائد اي ال ناقص دلتا اي ال برضو ابسوليوت في كام؟ في تي ار ار زائد كيو ار ار زائد سي بتاع الافريج بتاع الكباستور الاولاني والتاني مضروب في البي بس، صح؟ كل الكلام ده مضروب في مين؟ في الافريج، صح؟ تلاحظ ان دلتا اي ان ده ديزاين، صح؟ ده ديزاين، يعني انت بتديزاين اندكتور، صح؟ على عشان اعمل لك تيبلز معينه، صح؟ فبيطلع ايه؟ فبيطلع ده رقم ثابت مش هيتغير، فبالتالي لما برسمه لك فوق او تحت بيفضل ايه؟ دلتا اي ثابته، صح؟ تي تي ثابته، دلتا اي ثابته، تي رايز ثابته، ثابته 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 ثابته، بي بس بالكنترولر ثابت، صح؟ بالكنترولر ثابت مش زي اللي بغري بيتقال، صح؟ اي ال هو اللود، فات اي ال بصفر راح، بس ده فضل موجود، صح؟ راح فضل موجود، راح بس الترم ده فضل موجود، صح؟ مظبوط كده؟ وبعدين موجود موجود، صح كده؟ مظبوط؟ وبالتالي اذا عندي باور لوسز، ف
فالقانون بتاعي هيبقى الباور هتساوي بي اوت بتساوي صفر على بي ان باور لوسز بس، صح؟ فبالتالي صفر. اذا الافشنسي كده نزلت لمين؟ نزلت للصفر، صح؟ يبقى كده الكيرف بتاعي ما هو البي ان البي اوت زائد البي لوس، صح؟ دي ودي مفيش اصفار، فبالتالي اوت كان الاول صفر على صفر، فكانت ايه انفينيتي او يعني ايه بنوجد الليمت ونشوف الافشنسي قبل والافشنسي بعد والكلام ده. دلوقتي لا خلاص بقت بتساوي صفر عادي، صح؟ اذا دي حاجه كويسه جدا ان انا لو اقسم الشير بالافشنسي خلاص كان عامل كده، دلوقتي بقى بيجي كده ينزل للصفر، صح؟ نفس الكلام من حالي كيرف الافشنسي بتبقى ايه عامل كده، صح؟ لو حد مصحصح بقى يقول لي انا 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 مش بالع فكره ان الكرنت يجي من هنا لهنا، تقول لي ان الكرنت ايه ماشي كونتينيوس كده يعني، صح؟ الدنيا ماشيه كونتينيوس، هو مفيش مرحله ما اللود يقل فالكرنت يبقى كونتينيوس الاول، صح؟ مش في مرحله ما في حياتنا لازم تكون كده، ان يعني اقلب من كونتينيوس لديسكونتينيوس لنيجاتيف لزيرو لنيجاتيف، صح؟ ده الطبيعي. ليه انا نطيت كونتينيوس كونتينيوس؟ انا عفيف قوي هو ازاي عملت ده، صح؟ تمام؟ طبعا الاصل فيها ان القانون ده عند الحته دي، القانون ده قريب من هنا بيبقى فيه ديسكونتينيوس مارك، بس نتيجة ان صحتكم على قدها على قدها وصحتي انا على قد ان انا اشرح الكلام ده فهنسيوم ان هو صح، بس لو انتوا عارفين ان هو ايه مش مظبوط. وبالتالي هل الموديل فاليد؟ هل الموديل اللي احنا عملناه السمبليفايد ده الموديل على قد ما انتوا حاسس بالانزعاج من شوشكوا، بس يعني الموديل على كيرف سمبليفايد، تمام؟ فالموديل السمبليفايد ده فاليد عند السويتشنج عند الباور لوسز دي؟ لا طبعا. هو ده مهم علشان يحسب لنا يحسب لنا التوتال افشنسي، بس هيديفيت وهيبوظ عند الايه؟ عند الفيري لو باور، عند الفيري لو ايه؟ عند الفيري لو باور، خلاص؟ انا هكتفي بهذا ومش هشرح اكتر من كده نظرا لان اوريدي المنهج ايه؟ اوريدي المنهج كده وسع مننا يعني، تمام؟ ف كده الاساينمنت عندكم، صح؟ وليه؟ والاصل فيها ايه اللي فايتكم او ايه اللي كان المفروض يعني لو حد حابب يعني يكمل فيما بعد، ان اللي ناقصكم هو ان انتوا تاخدوا الايه تاخدوا الكنترولر اللي احنا خدناه قبل كده تطبقوه على السيستم نفسه، تمام؟ تطبقوه على الموست، تطبقوه على الموديل ده، تمام؟ فنعمل سموك سيجنال موديل زي اللي عملناه قبل كده وزي اللي المفروض كنت تعملوا له البطاريه، وبعدين نبدا ديزاين كنترولر للراجل ده، صح؟ الجزء الثالث الكبير بقى، بس ده يعني عايز ترم مثلا ثاني، اللي هو الفيلد اورينت كنترول على مين؟ على الماشينز. فده اعتقد والله اعلم المفروض بتوع الماشينز بيدوا لكم الترم الثاني، تمام؟ اختياري يعني، على افتراض يعني ان انتوا هتاخدوا الماده الاختياريه، تمام؟ بس فبالتالي ده اللي المفروض ان احنا نغطيه يعني، وحسب برضو الماده الاختياريه الترم الثاني هيتقال فيها ايه، فموست بروبلي ممكن الماده الاختياريه يبقى جزء منها الناس بتشرح ايه البيرما سيكاس ماشين كنترول او الاندكشن ماشين كنترول. حضرتك نزلت الترم الثاني؟ لا مفيش حاجه غير واحد. بس كده اللي عنده اسئله يبقى يجي يسال بقى في اي وقت في المنهج، والامتحان زي ما انا قلت لكم بخصوص الايه؟ بخصوص الفاينل، يجيب اي حاجه مكتوب عليها اي حاجه في اي حاجه، بس اهم حاجه ما تشيلوش موبايلات وما تشيلوش لابتوبس يعني. انا لو عددكم اصغر كنت اقول لكم ادخلوا باللابتوب عشان الطباعه يعني، تخيل الطباعه ورا كتير جدا لو كتبت ورا كتير جدا. انا بالنسبه لي ما عنديش مشاكل، يعني شرف ده امتحان الناس، تمام؟ لكن عشان الامتحان مش هينفع فانت لازم تطبع ورق تكتبه بايدك، تكتبه برجلك، تكتب كشكول، سهل على نفسك ما تكتبش يعني، عشان بس انتوا طالما ما خدتوش امتحان اوبن بوك قبل كده هتوه. سهل على نفسك، انقل الحاجات المهمه يعني، شوف ذاكر يعني، ما تفتكرش انك هتروح الامتحان تفتكر هي الحاجه دي كانت فين. الورق هيتوه منك، الترابيزه اللي قدامك صغيره مش بالضروره تعرف تفرش ورقك وتعيش حياتك،
مش هتلاقي. فبالتالي لو كشكول صغير جنبيك احسن فذاكر احسن، يعني ذاكر واكتب واكتب النص كده ورا احسن تقلب في الكشكول. انت بقى كتبت كشكول وحش ما تلومش نفسك، يعني حاجه ثانيه، لكن يعني اكتب الكشكول اللي انت عايزه اللي انت عارفه، واكتب الحاجات اللي انا بقولها في المحاضره، مش تكتب حاجات موجوده في السلايدز، السلايدز ذاكر اسهل، لكن اللي انا بقوله وانت مش لاقيه هو اللي اكتبه. تمام؟ ما تدخلش المسائل، يعني اقصد يعني ايه عشان بس الغباوه، يعني ما تلاقيش الناس ايه تكتب مساله وتدخل بيها هغير ارقام فهتلاقي نفسك لايس. تمام؟ مفيش حاجه تقال تاني، حاجه تقال تاني.